سلام. بزمن التعليم عن بعد في كتير أدوات ممكن يستخدمها المعلم لحتى يزيد من العملية التفاعلية بينه وبين طلابه. واحدة من الأدوات التعليمية اللي ممكن يستخدمها هي أداة أد بازل. أد بازل هو أداة تعليمية بتستخدم لوضع محتوى تفاعلي بقلب مقاطع الفيديو. يعني أنا إذا بيكون عندي مقطع فيديو بقدر أنا أضيف أسئلة على هذا المقطع، او ممكن حط نوتس بقلب هذا المقطع، او ممكن انا ضيف صوتي على هذا الفيديو في حال كان هذا الفيديو مش من اعدادي. فاذا بقدر انا استخدم فيديوهات موجودة مسبقا، موجودة على اليوتيوب، على الاد بازل لايبراري، او باي منصة بلاقيها، او ممكن استخدم انا فيديو انا كنت معده مسبقا لحتى يضيف عليه هاي النوع من الامور التفاعلية، سواء كانت اسئلة او ملاحظات. لحتى نستخدم نحن هيدا الشيء ما نفوت على حساب الاد بازل، يعني ما نفوت على الويب سايت وما نروح على الادبازل.com. شو بيخولني الاد بازل اعمل؟ قلنا نحن بيخولني اعمل امبورت لفيديو، بيخولني اعمل كروب، بعمل له اديت، بقدر قص منه لهذا الفيديو، ضيف صوتي، ضيف اسئلة عليه، واهم من هو كلهم انه انا بقدر اربطه بالجوجل كلاس روم الخاص فيي لحتى اقدر اعمل هيدا الفيديو بعنوان assignment او مهمة، وبقدر بعدين اعمل اعادة تقييم عليها. في حال انا كان عندي اكاونت خاص فيني فوت مباشرة على اللوج ان، في حال انا كنت جديد بدي فوت على get started. من بعد ما اعمل get started بروح انا بعمل I am a teacher. من بعد ما اعمل I am a teacher بعمل يا اما sign in بالجوجل اكاونت الخاص فيي اللي موجود عندي انا مسبقا، او بعمل انا sign up with Edpuzzle يعني من اول وجديد. خلينا نفوت نحن sign in with Google. انا لانه عندي اكاونت فالخطوات يلي لازم تنعمل مع new user راح اعرضها ضمن هذا الفيديو بطريقة تانية. فاذا لننشئ حساب جديد يا اما نعمل sign up على الادبازل، يا اما بنفوت دغري نحنا بنستخدم حساب من حسابات الجيميل الخاصين فينا. هون استخدمت حساب الجيميل الخاص فيي، رجعنا اكدنا الباسورد وبنعمل له نيكست. هون بياكد لي اليوزر نيم شو هو، وبحط لي اذا بدك اوبشنال باسورد للاد بازل. من بعدها بياكد لي اسم المدرسه، بحط المدرسه بفتش عليها، ممكن يكون اسمها موجود. في حال كان اسمها منه موجود بدنا نحنا نخلق الاسم الخاص بالمدرسة اللي نحنا عم نشتغل فيها. من بعد ما نضيف اسم المدرسة والمكان يلي هي موجودة فيه منضيفها للمدرسة. انا هون كانت المدرسة موجودة من قبل، منضافة من قبل، حددت الصف اللي انا بعلمه وحددت المادة او الكورس يلي انا عم علمه، وطبعا ممكن انا اضيف صف اخر وكورس اخر. من بعد ما حدد الصف والكورس بكون انا صرت جاهز لحتى يبلش بالعملية التعليمية. هلا برجع بنتقل بالفيديو لمرحلة اللوج ان مستخدم الاكاونت الخاص فيه. من بعد ما نكون خلقنا اكاونت حيكون عنا الانفايرومنت تبعه بهذه الطريقة. ولاحظوا انتو هو بيزك اكاونت. ليش بيزك اكاونت؟ بيزك اكاونت يعني انا بحق لي حط 20 فيديو، هنحكي بتفصيلهم بعد شوي. حنقسم الفيديو المتعلق بأد بازل لشقين. اول بارت اللي هو هذا الفيديو حنحكي فيه بشكل عام عن محتوى برنامج الأد بازل او اداة الأد بازل. بفيديو التاني حنفوت بتفاصيل كيف فينا نحنا نعد فيديو. حاليا ماي كونتنت ما في عندي ولا كونتنت لانه بعد انا ما عملت ولا فيديو قدامكم. في عندي الهوم، يعني انا بيروح هو بيشوف لي شو اكتر شي تريندينجز وفيني استخدم منهم.
هول العلامات حنحكي عنهم بالتفصيل. يعني مثلا انا عندي هون التير دروب او مثل اشارة الدمعة او اشارة النقطة، هيدي بتدل انه في عندي انا 8 امور هون موجودة، اللي هي عبارة عن يا اما 8 questions 8 notes 8 questions و notes، يعني عبارة عن 8 اسئلة او 8 ملاحظات او 8 ملاحظات واسئلة بشكل مشترك. حفوت بتفاصيل ان شاء الله بالفيديو المتعلق انه انا كيف بعمل فيديو على البازل. فيني انا اختار انه لا اجيب فيديو من الكوريكولم، يعني انا بروح على المرحلة الدراسية، فيني انا اجيب فيديوز للمرحلة الابتدائية المتوسطة والمرحلة الثانوية، فرضا مفوت انا على الاليمنتري. فيو كونتنت بيجي هو هون بيفصل لي بحسب كيف بدك تشوفهم، انت بدك تشوفهم بحسب السبجكت او بحسب الصفوف، يعني اول تاني تالت، او بدك تشوف شو نازل جديد على الاتبازل. كمان انا هون بقدر استخدم فيديو موجود بخانة الكوريكولوم. هون مكتوب عندي الهادي انستيتوت، لان انا حاطط اسم المؤسسة اللي بعمل فيها، فبحط لي الفيديوهات الموجودة ضمن هيدي المؤسسة اذا في فيديوهات معمولة مسبقا. هذا الاكاونت الخاص فيه. هلأ نحن بخانة انه كيف انا بعرف بأي صف بعلم، ولاحظوا انه في عندي بيقول لي انه بهذه المؤسسة كم شخص بيشتغل على الادبازل. في هذا انا، وفي هذا استاذ زميل، وفي هذا اكاونت تاني لإلي انا كمان. في عنا نحن الكونتنت اللي هني شفنا الملاحظات تبعهم. جريد بوك انا في حال كنت رابط هيدا الجوجل كلاس روم بالادبازل اللي انا عم بشتغله، بصير اقدر انا فوت على شيء اسمه جريد بوك، لانه انا بدي احط لهم علامات. بتلاحظوا انا كنت رابطه بصف موجود عندي على جوجل كلاس روم، حنفوت كمان بتفاصيله كيف نضيفهم. في عندي ماي كلاسز، يعني الصفوف يلي انا بشتغل عليها. في عندي ديو اساينمنتس اذا انا كنت حاطط اساينمنتس، واذا في ديو ديت، والكلاس ممبرز. وعندي الكلاس اوبشنز، يعني اذا بدي احط ديسكريبشن لهذا الصف. فرضا انا عندي هذا الصف هون موجود، فانا فيني فوت شوف الكلاس ممبرز الخاصين فيه. بقدر انا اعمل اديت للنيم، بقدر انا اعمل ريسيت للباسورد اذا عندهم باسورد، فيني اعمل ريموف من الكلاس، فيني انا اضيف كلاس تاني من الجوجل كلاس روم لحتى لي ارجع رجعه ويصير موجود عندي من ضمن قائمة الادبازل الخاص فيه. نرجع للكونتنت. لاحظوا عندي هون popular channels، فيني فوت اعمل سيرش فيهم. في عندي الاد بازل انها هي لانه بكون مثل اللايبراري خاصه فيها، باليوتيوب، خان اكاديمي، ومجموعه من الويب سايتات. اذا بفوت على البروفايل الخاص فيي، في عندي انا refer to earn space، كنت قايل انا انه بحق لي انا 20 سؤال 20 فيديو بقدر اعملهم edit. إذا بدي أضيف هول العشرين، يعني بدي زيدهم، فيني أنا فوت على البلان، يعني بعد ما فتت هونيك بعمل invite لتيتشر. كل تيتشر بعمل له invite بيزيد عندي 3 storage space، يعني فيني أنا 3 فيديوهات زيادة بقدر أضيفهم على 20. طبعا الفيديو اللي أنا بضيفه ممكن أرجع أمحيه أو أعمل له delete، بيرجع بينقص. فرضا أنا كان عندي 3 فيديوز، إذا جيت أعمل delete لواحد منهم بيصير عندي 2 فيديوز، يعني بكون أنا ضفت مساحة جديدة. وفيني انا اعمل له ابجريد انه ببطل بيزك. السكول هون اذا انا اسم المدرسه حاططها، فيني اعمل تشينج للسكول. وعندي انا كل شيء متعلق انه كيف بخسر الشغلات اللي انا كنت عاملها مسبقا او انه بدي اخلي المحتوى. في عندي السيتنجز، فيني انا بكون الفيديوهات اللي عم بعملهم يا اما بيكونوا بابليك، يعني هن موجودين متاحين للجميع، او برايفت. ممكن انا وهول شغلات كتير مهمين اركز عليهم. في عندي البريفنت سكيبينج، يعني انا لما بعمل فيديو بعمل له بريفنت سكيبينج، يعني ما بعود بسمح للشخص يلي عم يحضر الفيديو انه يعمل سكيب او يقرب لمراحل متقدم الفيديو، لا بده يمشي فيه بشكل متواصل. وفيني انا اسمح له انه يشوف الكابشنز او لا. والكونتاكت بريفرنسز اللي هن العلاقة بالابديتس والكودز، والبروفايل، الاسم واللاست نيم والايميل والباسورد والاكونت المربوط فيه. تقريبا هيك نحن بنكون شملنا الفيتشر الخاص بالادبازل. اذا جيت بكبس هون بيرجع على قناة الهوم،
بالفيديو الثاني راح نفوت بالتفصيل نحن كيف نحن بنعد فيديو، كيف بنضيف عليه الكويشنز، كيف بنعمل له تريم، كيف بنضيف نوتس وبنعمل فويس اوفر عليه، وكيف نحن بعدين نعمل له رابط مع الجوجل كلاس روم. هذا تقريبا كان كل شيء. يعطيكم ألف عافية.